احنا طبعا هنا بنتكلم عن التعايش والبناء. ليه؟ لان احنا اذا كان في هذا المخطط اللي اصبح مؤكد واحنا شايفينه على ارض الواقع النهارده. جون ماكين امبارح لما يقول ان احنا لن نسمح بظهور جمال عبد الناصر تاني في مصر، انت مين انت تسمح او ما تسمحش؟ هو الحقيقه التعبير الصحيح ان احنا مش لن نسمح بظهور جمال عبد الناصر، ولكن احنا لن نسمح باستقلاليه القرار السياسي في مصر. لانه من بعد عبد الناصر ما كانش عندنا استقلاليه في القرار السياسي في مصر، ولابد ان نعود مره اخرى للي احنا كنا فيه وعايزينه يستمر. فالموضوع موضوع سياسي بحت. طيب احنا في مواجهة هذه المخططات نعمل ايه؟ تعالوا بصوا حضراتكم حتى في السعوديه، تقسيم السعوديه، تقسيم مصر، احنا الحقيقه شايفين الفخ وماشيين ليه. احنا بنقسم مصر لسينا والنوبه ومسلمين ومسيحيين. ما تيجوا نقعد نحل المشاكل دي.